السلام عليكم. Hello my dear students, my dear viewers and my dear followers. Welcome back again English in another shape with teacher وحيد. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وموعدنا اليوم مع unit 6 الوحدة السادسة في Mega Goal 2. وبكده إن شاء الله باقي لنا فيديو واحد بس في كتاب الطالب اللي هو الإكسبانشن المراجعة من 4 ل 6 من unit 4 ل unit 6. نقول بسم الله نقول يلا. Unit 6 بعنوان What they said. ماذا قالوا؟ What they said. من عنوان الوحدة هيكون الجرامر على الكلام المباشر والغير مباشر direct والindirect. نقول بسم الله يلا. What they said ده العنوان. صفحة 82 and 83 82 و83 زي ما انتم شايفين اللي هو عبارة عن listen and discuss. Discuss يعني يناقش جاية من discussion المناقشة. Listen and discuss هنشوف مع بعض هنا. Read what each person said. اقرأ ماذا قاله كل شخص and how it is reported وكيف تم صياغته أو إعادة صياغته. زي ما قلت لك من بداية الوحدة هتتعرف إزاي الهدف إنك تتعلم إزاي تصيغ كلام واحد تاني تتكلم على لسان واحد تاني بيسموه reported. reported يعني معاد صياغته. examine the differences وحاول تفحص الاختلافات. يلا بسم الله. And now we would like to bring you the news of the day. I would build a sports complex and I will not raise taxes. تعال نشوف ايش اللي حصل. الرجال بيقول والان نرغب في bring you the news of the day. نقول لكم اخبار اليوم. جاء واحد ثاني اللي هو شكله حق انتخابات يقول ايش؟ انا سوف ابني لكم a sports complex يعني مجمع رياضي and I will not raise taxes ولن اجمع الضرائب. واضح من شكله. اوكي. تعال نشوف هنا ايش قال الثالث هذا. The candidate for mayor said he would build a sports complex and he would not. شفتوا بقى هنا قالها ازاي حولها. The candidate المرشح الانتخابي for mayor. mayor يعني للعمدة يعني مرشح انه يكون العمدة او المحافظ. كلمة mayor قال said. لاحظوا ايش اللي قال. I اتحولت الى he. will صارت would لانه حولها للماضي. He would وتكمل عادي build a sport complex and he wouldn't. I هنا تحولت إلى هي بتتكلم على لسانه. will صارت would لأن الهرجة في الماضي. الماضي من will would. wouldn't raise لن يجمع إيش شو اسمه الضرائب. تعال نشوف اللي بعدها. Not raise taxes. The powerful storm last night knocked down many trees, and some areas of the city are still without power. هنا الرجال المذيع بيقول العاصفة القوية حقت الليلة اللي فاتت knocked down أسقطت many trees العديد من الأشجار and some areas وبعض المناطق of the city are still without power بدون طاقة يعني بدون كهرباء. طبعا لما تيجي تصيغ كلامه the on the scene اللي هو الحدث مذيع الحدث بيسموه on the scene reporter يعني مذيع الحدث اللي هو واقف في قلب الحدث او من قلب الحدث. said قال ايش بقى؟ ايش اللي هيتحول هنا؟ شوفوا يا جماعه الماضي ده الماضي البسيط هيتحول لماضي تاني. knocked هتصير had knocked. شوف ازاي اهي had knocked down many trees. وهنا are هتصير where. يلا نسمع. The on the scene reporter said that the powerful storm the night before had knocked down many trees and some areas of the city were still without power. حولها شوف ازاي اتحولت. طيب تعال نشوف اللي بعدها. واحد تاني بيتكلم اهو شكله اللي هو بتاع اخصائي تغذيه بيعمل according to the recent studies طبقا للدراسات الحديثه pomegranate اللي هو الرمان juice pomegranate juice pomegranate juice عصير الرمان is healthy صحي جدا because it lowers blood pressure يخفض من ضغط الدم يوطي الضغط. and pumpkin اللي هو اليقطين هذا pumpkin seeds البذور حقة اليقطين soon to improve memory تحسن الذاكرة. According to recent studies pomegranate juice is healthy because it lowers blood pressure and pumpkin seeds seem to improve memory. The doctors خلاص كده سمعنا pomegranate. اسمعها تاني عشان نشوف بس نطقها الصح. Said that according down many trees and some areas of the city were still without نسمع power. نسمعها تاني لو سمحتوا. According to recent studies,
pomegranate juice is pomegranate اللي هو الرمان pomegranate عشان في ناس بتقول pomegranate ما ادري ايه pomegranate خلاص اتفقنا pomegranate juice عصير الرمان اوكي وده اسمه pumpkin البي سايلنت اللي هو اليقطين هذا او القرع زي ما يقولون عليه القرع it's healthy because it lowers blood pressure and pumpkin seeds seem to improve memory the doctor والله هو هيحول بقى كلام الدكتور هيقول ايش pomegranate juice بدل is هتكون was يبقى المضارع يتحول لماضي زي ما انت شايفه اوكي lowers المضارع يتحول لماضي تصير lowered يعني يخفض الدم اصبحت في الماضي seem هتصير seemed الماضي كله اوكي it said that according to recent studies pomegranate juice was healthy because it lowered blood pressure and pumpkin seeds seemed to improve memory Professor Marvin, does intelligent life exist elsewhere in the universe? هنا بيسأل بروفيسور مارفن بيقول له هل الذكاء الحياة الذكاء الاصطناعي يعني intelligent الذكاء حياة الذكاء الاصطناعي exist elsewhere في مكان آخر in the universe في العالم فالرجال هيرده No, there isn't intelligent life elsewhere in the universe. The positive proof is that no other life form has bothered to make contact with us. قال له ما فيش أي ذكاء اصطناعي في أي مكان تاني في الكون والدليل على كده إن ما في أي تواصل بيننا وبين أي كائنات أخرى في العالم. The interviewer asked the professor if intelligent life existed elsewhere in the universe. The professor answered that there wasn't intelligent life elsewhere in the universe. He said that the positive proof was that no other life form had bothered to make contact with us. لو تلاحظ كل الكلام اتحول هنا هنا بيقول existed كان الاول exist المضارع اتحول الى ماضي هنا answered ماضي wasn't صارت كانت isn't اصبحت ماضي لانك بتصيغ الكلام مره ثانيه على لسانه فكانك بتقول الكلام هو ما هو موجود يبقى الكلام انقال اصبح ماضي خلاص said قال was الماضي من is شفت كيف كله تحولت الصيغه الماضيه bothered كانت bother اصبحت bothered اوكي Mr. Hollyfield, can you tell us about the results of the exam? They scanned my... هنا بالولا بيسأله بقول له ممكن تقول لنا نتائج الاختبار. قال له they scanned my head. عملوا اشعة على راسي and found nothing. واضح ان راسك فاضية ما فيها شيء. يقول لك عملوا اشعة على راسي. My head and found nothing. The interviewer asked Mr. Hollyfield, the famous TV presenter, if he could tell us about the results of his exam. He replied that the doctors had scanned his head and had found nothing. And had found. الماضي البسيط تحول إلى ماضي تام. الماضي المضارع البسيط تحول إلى الماضي البسيط. لسه هناخدها باستفاضة أو إحنا نشرحها. أنتوا عارفين طبعاً نظام القواعد بشرحها قائمة تشغيل خاصة فيها. مرة منفصلة. طيب هنا يا جماعة. Match the words and the meanings. كلمة ومعناها. Proof يعني دليل. أهو. Proof دليل اللي هو evidence. candidate اللي هو الانسان person trying to be elected واحد بيحاول انه يتم انتخابه المرشح اسمه candidate scan يعني يفحص او يسوي اشاعه او فحص get an image يسوي صوره with a computer باستخدام الكمبيوتر bother اوعى تقولها brother لا bother يعني يضايق make the effort او يبذل مجهود يعني خلاص كده يا جماعه تحفظ الكلام ده يتحفظ بالله عليكم اوكي answer true or false الصح والخطا الكانديديت قال ان هو لن يجمع الضرائب he wouldn't raise يعني يجمع تاكس ضرائب صح حصل قال والله the doctor said الطبيب قال ان البامكن اللي هو القرع او اليقطين بذوره seeds البذور حقته help fight cancer قال ان هي بتساعد في محاربه السرطان ما قال كده والله قال ان هي مهمه للذاكره improve memory قال ان هي improve memory number 3 the professor said البروفيسور قال There was no life إن ما في حياة أخرى على الكواكب planets أو تقولها plants planets شيل الإي تبقى plants نباتات شفت الإنجليزي كيف شيل الإي تبقى plants نباتات حط الإي بعد الإن تصير planets كواكب because no one had contacted us ما في أحد تواصل معنا قبل كده أجل true هذا قاله صح number four Mr. Hollyfield told the interviewer الرجال قال للمذيع أو حق الأخبار that the doctors إن الأطباء hadn't found anything ما حصلوا أي شيء في مشكلة أو في أي خطأ wrong with him الإجابة صحيحة وده حصل true هذه كانت B
نشوف بعد كده الـ pair work. شوف الجمل that are reported، الجمل اللي تم إعادة صياغتها، هذه القاعدة اللي ناخدها الآن، وسوي أسئلة وأجوبة زي كده. شوف What did the reporter ask the professor? What did the reporter ask the professor? المذيع قال إيش للدكتور هذا؟ He asked him if there is intelligent life elsewhere in the universe. هو سأله إذا كان هناك. There was. ما ينفع هنا. ما ينفع أقول هنا is. لأن قال له في أول الجملة he asked ماضي. وبدل بدأت الجملة بالباست كمل كل النسق باست. ما ينفع أنك تحط باست مع present خربت الجملة. أوكي؟ كله يبقى الماضي. وضحت كده؟ أوكي. كده يا شباب خلصنا page 82 and 83. نروح على الجرامر وتشرح الجرامر يا جماعة، شرحته، الشرح ده موجود هتلاقيه على القناة، تدخل على قوائم التشغيل هتحصل قائمة تشغيل بعنوان شرح قواعد كتاب ميجا جول 2، تدخل عليها تحصل الجرامر وحدة وحدة باب باب بالترتيب. يبقى احنا بس هنا بنجاوب على طول، هنا اللي هو تحويل المباشر لغير مباشر. خش على الإجابات، نقول بسم الله. يلا هنا يقول لك these messages، هذه الرسائل were left on the family's answering machine، كانت اتسجلت وتثابت في جهاز الانسر ماشين حق الاسره. report اعد صياغتها what the people said، اللي الناس قالوا. حل لك اول واحده. اول واحده بتقول مثلا ان عادل احمد طلب من عادل if he was going to the gym that day. تعال نشوف السؤال كان اصله ايه. عادل it's احمد are you going to the gym today. شوف دي صارت ازاي. If he was، احنا شرحناها في حالة السؤال بمعنى هل، تحط if إذا أو لو، وI تصير he وis تصير was وتكمل الجملة، وكلمة today تتحول إلى that day عشان تعرف إيش التحولات. طب اللي بعد كده، hello أسماء I may work late tonight I have to finish a report. تعال نشوفها قالت إيش. He said that he might، I صارت he، may صارت might، كمل work late tonight تحولت إلى that night، حط الفول ستوب. اي هتصير هي، بس تحط ايش من عندك اند ذات، وانه ذات دي تحطها من الكيس عشان تاكد معنى الجمله. اند ذات اي تصير هي، هاف تو هتصير هي هاد تو تحولها للماضي، فينيش ا ريبورت وهكذا. ماجد بيقول ذس از هتبقى ذس واز على طول. ذس از فهد ذا جيم ستارتس هتبقى ستارتد. او فهد تولد ماجد ذات ذا جيم ستارتد ات 8 اند ذات هي ويل هتصير وود. فين ويل؟ اهي ويل اهي. اي ويل تصير هي وود. خلاص بيك يو اب وهعدي عليك، يبقى قال انه هيعدي عليه هو. بيك هيم اب ات 7. يحيى ذيس از علي وات از ذا ماث اساينمنت، بيسالوا عن الواجب حق الرياضيات حق بكره، فهنقول له يحيى الواد علي اسك يحيى وات ذا ماث اساينمنت فور ذا نيكست داي واز، از حولتها الواز وحطيتها باخر السؤال. نوره بتسأل سؤال بتقول لها we had a wonderful time، كن والله قضينا وقت كويس جدا في أبوظبي with our family. حظكم. I'm gonna come by your house، أنا هاجي أمر عليك البيت sometime في وقت ما to show you the video، عشان أفرجك الفيديو. إيش تقهريها الله يديك، خلاص قلت لها رحت أبوظبي وانتهينا. طيب مها told نورا that she had أوف إيش had يا أستاذ، هذا من الكيس لا أفهم يا بطل. we had هذا ماضي بسيط but simple. لما تيجي تعمل إعادة صياغة للجملة تتكلم على لسانك أنت، هتحول الباست سيمبل الماضي البسيط إلى ماضي تام. طب هاد فين الفعل؟ ما في فعل اللي هي، يبقى تقول هاد والتصريف الثاني من الثالث منها هاد، تصير هاد بس كده بكل بساطة. she had a wonderful time in Abu Dhabi. she said that she بدل ما قالت I am هتصير she was. I تصير she بتتكلم عنها، و am تتحول للماضي تقول was، هي كانت على وشك إنها تزورها عشان توريها الفيديو. Show you لا show her the video. عادل it's Hussein. Is the game بيسأله، يبقى يقول له if the game was still هتبقى كده. اهي حسين اسكر عادل if the game was still on for that night. وضحت كده يا شباب الصورة قدامكم الجمل 1 2 3. نكمل مع بعض. هنا زي ما انت شايف بيقول له اكمل what he wrote down. حميد took a message، استلم رسالة من أخوه عبد الله. اكتب complete what he wrote down، أكمل ما دونه. خلاص using the correct form، مستخدم الفعل الصحيح ما بين الأقواس. write the possible telephone conversation، واكتب المحادثة اللي ممكن تتقال ما بين حميد وعبد الله's friend وصاحب عبد الله اللي اسمه سعيد. هذه الإجابات أهي بتحولها. المضارع call صارت called بكل بساطة.
بي اللي هو فعل يكون صار وير لأن قبلها جم أو يو. يو تأخذ في الماضي وير. اللي بعدها not called تقول didn't أو hadn't، تنفع الاثنين ماضي بسيط أو ماضي تام وهكذا. كل ما هو مضارع يتحول لماضي وكل ما هو ماضي يتحول لماضي تام. ولو will تصير would ولو كان تصير could. احفظ الحاجات دي لو سمحت. خلاص كده؟ أوكي كده خلصنا ال page page 85. يبقى 84 85. نروح على 86 and 87. language in context. هنكبر الصفحة دي عشان ما فيها شرح، نشرح احنا يدوي. اوكي هنا language in context. in context read what each person said. اقرأ ما قاله كل شخص. it was reported. write some sentence. واكتب بعض الجمل. عن الجلوبال ايشيو، عن المشاكل. ايشيو عن القضايا او المشاكل العالميه. and have a partner report them to the class. وتجيب واحد صاحبك معاك او واحده صاحبتك معاك في الفصل تسوي اعاده صياغه. الجور on global warming. يعني من الاخير كده كل هنا يا جماعه شوفوا لو تلاحظوا there was many. كان اصلها شوف هنا there are many. there are شوف هذا المضارع، هذا الماضي اللي تم صياغته. are اهي صارت where بكل بساطة عشان لو الأستاذ سألك أو الأستاذة سألتك إيش اللي صار. ماشي إيش تاني؟ ها did كانت الأول do صارت did. it is هتصير it was. ماشي they are هتصير they were. اهي زي ما أنت شايف خلاص اتفهمت إيش سوينا؟ أهو خلاص ويل ريكوجنايز. خلاص اي حاجه مضارع تصير ماضي واي ماضي يصير ماضي تام. اللي بعدها جابانيز فيشينج اندستري صناعه السمك في اليابان. تو ذا ميديا وير فيشينج ذا جابانيز فيشينج اندستري اشورد ذات ميديا اشورد ذا ميديا ذات ذي وير فيشينج. شوف كان اصلها ايه وي ار اصبحت ذي وير اتحولت الوي الى ذي لما بتتكلم عنهم بتقول هم قالوا ان هم ذي وير فيشينج كان اصلها وي ار خلي بالك صارت زي وير فيشينج ويلز بيصطادوا الحيتان فور ريسيرش بيربسز الاغراض البحث العلمي كده تمام. اوكي نرجع لموضوعنا ونكمل هنا الليسننج نمبر 5 اها يقول لك هنا ذا بريزيدنشال كانديديت المرشحين الرئاسيين ميد 3 ميستيكس المرشح الرئاسي عمل 3 اخطاء during his speech اثناء الخطبه اللي قالها. what did he say ايش قال that was wrong. نسمع ونقول ايش الاخطاء اللي قالها. fellow citizens today is the last day of the campaign you have heard all the candidates running بيقول لهم اعزائي المنتخبون اليوم هو اخر يوم في الحمله الانتخابيه لدي the presidency and their proposals for their term in office i've been a faithful public servant all my life I have held many positions in the government, but no one can point a finger at me and accuse me of wrongdoing. I have fought for what is right. I have helped strengthen our economy, and I have stood for family. عمال يقول إيش الحاجات اللي سواها في عهده وأنا عملت الصحة وزبطت التعليم وزبطت الاقتصاد. Values. I want to continue serving the people. أريد أن أستمر في خدمة الناس. To make sure that a job is available. For everybody who وأريد أن أؤكد أن العمل والوظيفة هي حق متاح لكل شخص في المجتمع. Wants a job. My government will raise the standard of living. And وإن حكومتي المقبلة لو نجحت يعني إن شاء الله في الانتخابات سوف ترفع من المستوى المعيشي لدى المواطن. It will raise unemployment. I will always be وسوف نقضي على البطالة. أيوة. Ready to help this great country at all times. I have وسوف نساعد هذه الدولة العظيمة طول الأوقات وطول الزمن. Asked my staff to wake كأنه بايدن هذا يتكلم. Me up at any time, even during meetings. Our health system needs to be re-evaluated. We don't have enough doctors and nurses. وسوف أقوم بإعادة صياغة نظام الصحة أو النظام الصحي لأن ما عندنا أطباء كفاية. Scholarships will be provided for people who وسوف نمد كل الناس بسكولرشيبس كل الطلاب اللي هي المنح التعليميه منح دراسيه to pursue nursing careers and for those who want to عشان عمل التمريض والطب study medicine education
is also one of my priorities. الله يقول لك التعليم هو ايضا احد الاولويات لدينا. Priorities. بعض الناس تقولها priority. غلط. اسمها priorities كده. الاولويه. Eliminate illiteracy. People سوف نقضي على الالتيرسي. الالتيرسي اللي هي البطاله. People who can't read and write shouldn't be in school. الناس كلها لازم تكون تتعلم تعرف وتقرا وتكتب. مو شرط في المدرسه. So vote right. Vote for John Wright. ولذلك vote right. يعني صوتوا لرايت وصوتوا لجون رايت. اوكي. يا ترى ايش الاخطاء اللي قالها الرجال؟ خذ عندك. هو قال that he would raise unemployment. ياهو الله غلطه تودي في داهيه. قال انه سوف يرفع من البطاله. raise unemployment. اوكي. unemployment البطاله. المفروض ما قال كده. المفروض يقول decrease يقلل بدل ما يقول raise أفا. اوكي. الثانية, he said that he would ask his staff to wake him up at any time, even during meetings. أوه والله غلطة فادحة. قال إنه يخلي فريق العمل حقه يصحيه في أي وقت حتى لو في الاجتماعات. يعني بيكون نايم في الاجتماعات. Okay. Number three, he said that people who couldn't read and write shouldn't be in school. طبعا غلطه. بيقول الناس اللي هي ما كانت تعرف تقرا وتكتب المفروض انها ما هتكون في المدرسه. شفتوا كيف يا جماعه؟ تمام يا جماعه. يبقى هو خطا الثلاث اخطاء هذول. قال ان الناس اللي كودنت ريد اللي ما بتعرف تقرا وتكتب ما لازم انهم يروحوا المدرسه. يعني ما هنوديهم المدرسه يعني كده. كيف ما المفروض يقول should be in school. وضحت السالفه؟ اوكي. هنا نقول مع بعض. Listen, know the difference in the pronunciation of that, then reacts. شوفوا ذات يا جماعة, unstressed with stressed. في حالة unstressed بتكون بمعنى that. إنما لو يعني إيه أنه للتأكيد. أما لو حطناها that stressed نقول كده that. بتستخدم كضمير as a pronoun. تعال نسمع كده. Unstressed that. Stressed that. Used as a pronoun. اسمع. He said that he would help. شوف قال ازاي. He said that على طول من غير stress. He said that he would help. اسمع دي كده بقى. He didn't say that. He didn't say that. ما قال ده. ما قال كده. استخدمت كضمير. تعتبر كضمير مفعول به. فعشان كده طولت فيها وعملتها stress. مدت فيها. لأنها عملتها كضمير. يبقى that لو قلتها كده that أصبحت that اللي هي عادية. أنه. إنما لو قلت that كده أصبحت pronoun ضمير. okay. اسمع. He said that he would help. اسمع دي كده. He didn't say that. شوف قالتها ازاي. اسمع اللي بعدها. My friend said that the football game was at 10. يا ولد أكلها أكل. My friend said that. اسمع. My friend said that the football game was at 10. said that على طول. طب اسمع اللي بعدها بقى كده. ها. Why did they say that? Why did they say that? مدتها that لأنها تعتبر pronoun أو ضمير. Okay. Find all sentences that have the word that. Read. خلاص. يقول لك شوف الجمل اللي فيها الكلمات اللي فيها that. خلاص. Okay. Underline that. حط خط تحت that في الconversation. أي كلمة فيها that. وشوفها هي stress ولا non-stress. يعني فيها مد ولا. قبل ما نسمع كالعادة في الconversation. نشوف الكلمات المهمة اللي معناها. Really or totally تستخدم لستيتمنت سترونجر عشان تخلي الجملة أقوى. الجملة معناها أقوى. Really? Totally? كده. طيب حقا. In the end في النهاية بتستخدم عشان introduce a statement with the final event or result. بتستخدم في نهاية كلامك كنتيجة ما. كنتيجة ما. تمام؟ طيب يا شباب. Or anything like that. يعني ايه؟ Or other similar. يعني اي شيء مشابه لذلك. بتستخدم في حالة ان المتحدث الـ speaker doesn't have to give a complete list. يعني ما هو مضطر ان هو يقول نفس الكلام او القائمة كاملة حقة المشكلة او المشاكل او القضية او الاشياء اللي بيقولها. Or explain things in more detail او يشرح الاشياء بالتفصيل الممل. لا يقول لك ايه شيء من هذا القبيل or anything like that.
يعني ما يقول بالتفصيل بقى كل الأمثلة. هواكس، أو ماي جاد هذه جديدة. هواكس هذه a plan، خطة that is designed، صممت to strike someone else، ضد شخص ما آخر. to strike، أها big hoax، عشان تصدع شخص ما وتصد شخص ما. تعالوا نسمع. I really think that telemarketing shouldn't be allowed. Yes, I totally agree with you. Telemarketers are a real nuisance. Yesterday, a man called me up. He said... هنا بيقول له I really think that telemarketing, التسويق اللي هو عن بعد, shouldn't be allowed, لا يسمح به. Yes, I do. أنا موافق معاك. Telemarketers are a real in... a real nuisance. Real nuisance, يعني. Okay, يعني... ما هم موافقين على الموضوع ده. It was from the dollar bank. A real nuisance. Nuisance. Yesterday, a man called me up. He said he was from the dollar bank, and he asked if he could talk to me for a minute. What did he want? He said that someone had given them my name, and that he was calling to offer their services. لو التسويق عن طريق التليفون ده متعب والله. اتصلوني ويقول لك احنا شركة كذا، ناخد من وقتك خمس دقائق، عندنا كذا، عندي اخوي بلعق عراس. وقال له احنا البنك وخدمات البنك والناس ادتنا رقمك وايش الخدمات. طيب هيقنعه to persuade me to open an account with them، يقنعه انه يفتح حساب معه. What services? He tried to persuade me to open an account with them. So I told him I already had an account elsewhere. انا قلت له يا اخويا والله عندي حساب في مكان تاني. That I wasn't interested. But he insisted. And وان انا ماني مهتم بالامر ولكنه اصر. شفت اللقافة نجبة. Was very pushy. Pushy. In the end, it was very pushy. Pushy يعني نشبة. يعني من هنا ما هيسيبه. I lost my patience and hung up. وفي الأخير فقدت صبري عليه and hung up. تقريبا قفل الخط في وجهه كده. Well, I got a call from a man who said he was from a travel agency. والتاني صاحبه قال لي اتصال والله من وكالة السفر، مكتب سفريات. This man said I had won a free trip to the Bahamas. قال له والله ما شاء الله مبروك، فزت إلى رحلة لشخص واحد. Free trip to Bahamas, and that he was calling me to give me the good news. And that he was calling me to give me the good news. Had you entered a contest or anything like that? No. It turned out that everything was for free. But قال له والله لا 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 لا. هو وضح لي وقال لي turn it out، يعني وضح إنه كل شيء for free، يعني مجاني. But I first have to pay. لازم أدفع الأول a huge amount of money. مبلغ ضخم من المال to become a member عشان أكون عضو of the Jet Set Club. Big wax. I'd first have to pay a huge amount of money to become a member of the Jet Set Club. Big hoax. Big hoax. I hate that. I hate that. Big hoax. نصبة كبيرة. Big hoax. Plan خطة designed. خطة معينة صممت to trick عشان تخدع شخص ما آخر. فهو اسمها كده. نحفظها big hoax. hoax يعني ما واحد بيخدعك او عايز يخدعك. الله قال له انا اكره هذا الامر. اوكي سمعنا المحادثه وفهمناها وترجمناها. هنا الاسئله. what are Faisal and Khalid complaining about؟ بيشتكوا من ايش؟ يلا. Faisal and Khalid are complaining about telemarketers. telemarketers الجماعه اللي هم بيسووا عن طريق التليفون تسويق عن بعد، هذا متعب. What did the man on the phone with Faisal want؟ مع فيصل إيش قال له اللي هو المسوق؟ قال له إن التليفون فيصل tried to persuade، يقنعه to open an account at a bank، يفتح حساب في البنك. طب فيصل إيش سوى؟ What did Faisal do؟ فيصل lost his patience، فقد صبره and hung up وقفل الخط في وجهه. Why did the man call Khalid؟ ليش الرجال اتصل بخالد؟ طالع يقولوها كده البريطانيين Khalid، معلش اعذروني. The man told Khalid that he had won. قال له إنه هو قد فاز بالفري تريب، برحلة مجانية لجزر البهامس. آمين يا رب، وعدنا يا رب، خدنا معاك يا Khalid. طيب what would Khalid have to do in order to go to the Bahamas؟ طيب إيش المفروض اللي يسويه Khalid عشان يروح البهامس؟ قال لك الواد Khalid would have to pay a huge amount، يدفع مبلغ ضخم. A huge amount of money to pay. A huge amount of money to join a club، عشان يلتحق يكون عضو عندهم في النادي. to go on the trip، ويروح الرحلة هذه. big hoax طبعا خدعة كبيرة. اوكي تفهمت كده؟ 1 2 3. في حاجة تانية تتقال about the conversation؟ دي حلناها، دي خلاص حلناها. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بتكون عادة reading quotes and quotes،
يعني ايه كلمه كوتس يا جماعه؟ كوتس يعني النص الاصلي لاي واحد يتكلمه. يعني مثلا لو احد العلماء اتكلم وقال معلومه معينه بيحطوها ما بين حاجه اسمها كوتيشنز اللي هم القوسين الصغيرين دول. لو الاستاذ سالك ايش هذا تسمى اسمها كوتس او كوتيشنز، القفله الصغيره من هنا ومن هنا، ده النص الاصلي بتاع اي احد حق اي انسان. Do you know any famous quotes؟ تعرف اي نصوص اصليه مشهوره؟ اكتبها واعمل compare with a partner. تعال نسمع. 640K ought to be enough for anybody. Bill Gates, founder of Microsoft in 1981, talking about computer memory. كل دي كوتس يا جماعة. Half the world is composed of people who have something to say and can't, and the other half who have nothing to say and keep on saying it. Robert Frost, American poet. It is a terrible thing to see and have no vision. Helen Keller, American author, activist, and lecturer. She was the first deaf and blind person to graduate from college. Never let formal education get in the way of your learning. Mark Twain, writer. Who is wise? He that learns from everyone. Who is powerful? He that governs his passions. Who is rich? He that is content. Who is that? Nobody. Nobody. Benjamin Franklin. American writer, politician, scientist, and inventor. عالم وكاتب وسياسي أمريكي. How could anyone govern a nation that has 246 different kinds of cheese? Charles de Gaulle, French president. رئيس فرنسا. An archaeologist is the best husband a woman can have. Allah. The older she gets, the more interested he is in her. الله الله جميلة دي، أنا شفتها قبل كده المثل ده. يقول لك الحرمة اللي تتزوج عالم آثار هي المحظوظة، أكثر حرمة محظوظة في العالم، لأنها كلما كانت قديمة وكبيرة في السن كلما زاد اهتمامه بها، على أساس إن عالم الآثار ما يهتم غير بالحاجات القديمة يعني. Agatha Christie, writer. يا عم مو عندنا العرب. Wise men talk because they have something to say. Fools talk because they have to say something. الله. Plato. واحد اسمه بلاتو، Greek philosopher، فيلسوف غريقي اللي هو بلاتو معروف. Greek philosopher. Page 75. Make yourself necessary to somebody. Ralph Waldo Emerson, American writer. لاحظتوا حاجة؟ قالها make yourself necessary. Necessary مش necessary، اوعى تقولها necessary. 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 تعال اسمعها تاني. اهي. 75. اسمع. Make yourself necessary to somebody. Necessary. Necessary. مش necessary خالص. اوعى تقولها necessary. هذا انجليزي مصر طال عمرك. Necessary. Okay. Ralph Waldo Emerson, American writer. Ralph Waldo Emerson, American writer. I'm not afraid to die. I just don't want to be there when it happens. الله ماني خايف من الموت بس عايز اكون هناك لما يحصل. يا عم قول بس ربنا يحسن ختامنا انت كمان. Woody Allen, American director. مخرج امريكي. Everything that can be invented has been invented. الله. Attributed to كل شيء يعني ممكن ان هو يخترع قد يخترع. اوكي. Charles H. Duell, Commissioner, US Office of Patents, 1899. اهو. Those who do not complain are never pitied. Jane Austen, writer. كاتب بيقول هؤلاء الذين لا يشتكون ابدا لن يتم التعاطف معهم. يا سلام على الكلام الجميل. نشوف الصح والخطا. يلا. Number 1 يقول لك روبرت فروست said half of the people نصف الناس في العالم don't say what they want to say. ما يقولون ايش اللي يبغون يقولونه. False. ما قال كده. Gates Lord Bill Gates believed that more than 640 kilometers memory was unnecessary. 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 لا true. هو قالها فعلا صح. Jane Austen اعتقد ان الناس had no sympathy. ما عندهم تعاطف او عاطفة for those who complain. الناس اللي ما بتشتكي. False. لا طبعا ده بقول لك اللي ما هيشتكي هو اللي ما يكون معاه تعاطف. لازم تشتكي وتبين الشكوى يعني. الشكوى غير لما زال يعني. Mark Twain said ان الناس shouldn't let formal education stop لا يجعلون التعليم الرسمي يتوقف او يوقفهم عن التعلم. True. قال كده. دي جولي thought that it was easy to govern. من السهل التحكم في فرنسا because p
people in الناس wanted the same thing. الناس عايزة كده طبعاً false ما قال كده. Helen Keller said that having you know insight or understanding was worse than being blind. إن ما يكون عندك رؤية أو فهم هذا أسوأ من إنك تكون أعمى حتى. أسوأ من كون الإنسان أعمى ضرير لا يبصر. شوف اللي بعد كده the comprehension report what they said. اعمل report يا جماعة أعد صياغة الكلام. ها. Emerson about people said to make yourself. هنا Plato said that fools talked. كان أصلها fools talk. Woody Allen said he wasn't. كان أصلها he isn't. شفتوا يا جماعة بنحول المضارع لماضي والماضي البسيط لماضي تام. Charles Jewell said في عام 1899 that everything that could be invented had been invented. وصلت المعلومة؟ خلاص كان الأول can be invented. One, two, three. كده خلصنا reading. تمام. نروح على page 90. اللي هو الرايتنج وده المشكله اللي عنده معظم الطلاب يا جماعه اعتمدوا شويه على نفسكم في موضوع الرايتنج معلش حاول بقدر المستطاع تعتمد على نفسك هات الموضوع بالعربي وترجمه على جوجل اتصرف المهم تكتب موضوع صدقني هيبقى سهل ان شاء الله يعني نصيحه للناس اللي هي مسكينه شويه في الكتابه ممكن ان حضرتك تكتب الموضوع بالعربي وترجمه على برنامج ترجمه من جوجل هيظبط معاك وخلاص ان شاء الله يظبط معاك يعني بقدر المستطاع طيب وتحاول تشوف الترجمة ازاي يعني شوف الجملة الكلمات احفظ كلمات قواعد حاول تكون جمل بسيطة ما بنقول انك تكتب موضوع انشا كبير تعبير باراجراف لا حاول بقدر المستطاع simple sentences يعني جمل بسيطة okay what did she call اسمع كده she called her brother at work she knew he didn't like to be interrupted but she didn't know what else to do الله. Their mother's condition was deteriorating he sounded annoyed when he answered the phone He was probably in the middle of a meeting. She apologized and stressed that she wouldn't have called if she hadn't thought it was urgent. His tone changed instantly. He asked her what was happening and if everything was all right. He wanted to know if the doctor had been notified and when he would be coming to see their mother. He sounded very stressed and worried. She tried to reassure him by telling him that the nurse was at home looking after their mother and their aunt, and that everything was under control. He asked her to wait for a minute while he took care of something. She heard him speak to some people, probably clients. She heard the words family emergency and health and realized he was excusing himself. Then there was, he thanked him for having done that and hung up so he could be on his way home as soon as possible. طبعا القطعة دي اللي هو اللي اتقالت الآن مكتوبة انت تشوف وتشوف الأسئلة. Why did she call her brother? ليه هي اتصلت بأخوها? What was he doing when she called? إيش كان بيسوي لما هي اتصلت? Was he pleased? هل هو كان مسرور بالاتصال ده? What was the problem? إيش كانت المشكلة? What had she already done about it? إيش سوت بالفعل تجاه هذه المشكلة? How did he react to the news? كيف تفاعل مع هذه الأخبار? Okay. طبعا هي هنا القطعة هي جماعة. هذه القطعة صفحة 90. هنا المطلوب هنا منك. هقول لك إيش المطلوب. هساعدك. هعرفك إيش المطلوب بالضبط. عشان الناس تقول لي يا استاذ طب ايش المطلوب طب اكتبه لنا طب سويه لنا يا جماعه معلش موضوع التعبير يعني حاول تخلي مجهود شخصي لك قدر المستطاع انا هساعدك كل ما تقدر بالقوه اقول لك ايش تسوي read the text on page 90 اقرا النص اللي عدى في صفحه 90 وسوي ملاحظات في الجدول who is the patient مين المريض خلاص where is the patient هو فين دحين what happened to the patient ماذا حدث للمريض who is looking after the patient من الذي يعتني بالمريض Who is with the patient now? مين اللي مع المريض دحين؟ خلاص يا جماعة سهلة هي من القطعة هذه اللي هي هذه القطعة هذه اتصلت بأخوها حرمة اتصلت بأخوها Candidate, the president, he sounded annoyed. He answered the phone. He was probably in the middle of meet. كان في وسط اجتماع وزعلان. She apologized and distressed that she wouldn't have called if she hadn't thought it was urgent. His tone changed honestly. طبعا انا اسف والله ان في اجتماع بس الموضوع خطير وعاجل وطارئ قال لها طب ايش فيه سالته what was happening and everything is right he wanted to know if the doctor had been notified and when he would be coming to see their mother امهم كانت مريضه الهرجه كلها وضعتها خلاص طلع الاجابات من هنا وان شاء الله تصير سهله معاك well hospital المستشفى how to find us كيف تجدنا ده اعلان عن المستشفى read the information website below ده موقع اعلان عن المستشفى واكتب ايميل هنا بقى المطلوب منك موضوع التعبير write an email to your uncle and aunt اكتب ايميل لعمك وعمتك او خالك وخالتك tell them what has happened قول لهم وايش اللي حصل
تو حاصل and give them directions on how to reach the hospital. خلاص وازاي يصلوا للمستشفى. اوكي كأنه طوارئ وازاي يصلوا للمستشفى. وضحت السالفة؟ اوكي. هنيجي بعد كده لآخر جزء اللي هو صفحة 92 و 93. جماعة اوكي. هنكبر كده الكلام. طبعا القاعدة اتشرحت مشروحة يا جماعة والله على قائمة التشغيل بعنوان شرح قواعد ميجا جول 2، هتلاقيها ماشية بالترتيب. نكبر هنا الشغل اللي مطلوب تحت هنا في صفحة 92 الأول أهو. What happened؟ هذه من القصة اللي فوق، شوف إيش اللي حصل ومتى حدث. Interview your partner about natural disaster. أنت واحد صاحبك هتعمله زي سؤال وإجابة عن كارثة طبيعية حصلت. Their account to the class, use some reporting. واستخدموا بعض الأسئلة المعاد صياغتها. Write negative questions. اعمل أسئلة بالنفي. الخمسة دول هتحولهم إلى أسئلة بالنفي. يعني مثلا السؤال هنا بيقول لك you recognize. هتقول له don't you recognize me. يعني هنا لما نيجي نكتبها ساعدك. هكتب لك بدايات ليها. اهو. هنا كده يا جماعة الخير. بالنسبة لنمبر 1 هتقول له لا هذا عربي. هتقول له don't you recognize. هل انت ما تعرفت عليا؟ ما تعرفني؟ recognize me. هذا السؤال الاول. don't you recognize me. من هنا بقول له انت recognize all the friends that friend doesn't. وهو ما تعرف عليك فانت هتقول له don't you recognize me. انت لسه ما تعرفني. هنا your friend is eating popcorn. صاحبك بياكل فشار قدامك في عينك. هذا الطفص وما بيعزم عليك بخيل قحروط. فبتقول له aren't you going to offer me any. ما هتديني شوية يا أخي؟ إيش بك قحروط؟ فيقول له هنا aren't you going to offer me any. هذا السؤال. هذا السؤال الثاني. الثالث مثلا هيقول له ايه don't you want you play. انت ما هتيجي تلعب؟ ما تبغى تلعب؟ don't you want to play. مش you play. Don't you want to play? Here, okay. Don't you want to play? اللي بعدها في number 4. Aren't you going to say hello to me? طب مش هتقول انا كمان اهلا؟ Aren't you going to say hello? Aren't you going to say hello to me too? ما علينا. خلاص كفاية. حلو. آخر واحدة. Number 5. Aren't you going to get up today? آخر واحدة هي. Aren't you going to get up? Are you going to get up today? ما هتصحى اليوم؟ تنايم كده على طول؟ هذا هو السؤال. خلاص كده؟ هسيب لكم كده 3 ثواني عشان لو تبغى تصور ولا شيء. دي إجابة اللي هي صفحة 92 exercise B. Exercise A دي كلام عن نفسك انت وصاحبك بتسوق كنشاط. اوكي 1 2 3. هنقل على الصفحه اللي بعدها 93. لازم اشيل ده عشان بيفضل مطبوع على الشاشه. نروح اللي بعدها اللي هي page 93 صفحه 93. Exercise C فيها 6 جمل اللي هم اللي فوق هذه اللي هو السي. ودي برضو read the statements and write your response. ردك انت الشخصي. هذا رد شخصي احنا ما ينفع نحله لك. يعني انت تحله انت باسلوبك.
فهنا مثلا بقول له where is the main post office، هتقول له انت لما تيجي تجاوبها، بس المشكله ما في مكان، انا اكتبها لكم فين، احاول اكتبها لكم في اي مكان فاضي. ده اكسرسايز سي يا جماعه اللي انا هكتبه دحين، ممكن اكتبه لكم هنا كده، هنا ايوه ممكن ممكن اهو اكسرسايز سي، هعمل انا كده اكسرسايز سي نقطتين، نمبر 1 هتقول له do you know where the main post office is، دي اجابتها do you know where the post office is، دي نمبر 1 في اكسرسايز سي. طيب نمبر 2 يا استاذ ابشر، نمبر 2 هتقول له do you know how often the buses come، بتحول السؤال لغير مباشر، do you know how often يعني كم مرة، how often the buses come بتيجي يعني كم مرة الباصات بتعدي كم مرة هنا، هذه number two. number three هتقول له do you know what time the bank opens، تحول السؤال لغير مباشر، do you know what time the bank opens، تمام هذه 3 خلاص. نمبر 4 هتقول له طول عمره السلامة could you tell me where the nearest pharmacy is، could you tell me where nearest where the nearest pharmacy nearest pharmacy is، تحط is في الأخير لأن ده سؤال غير مباشر، كبرها شوية عشان تبقى السؤال على بعضه كده تمام خلاص. number 5 do you know when the gas station closes، number 5 do you know where the gas stations محطات الوقود close، gas station واحدة بس عشان كده نحط اس، station close متى تقفل محطة البنزين، باقي رقم 6 آخر واحدة هنقول فيها could you tell me the name of the highway، could you tell me the name of the highway، the highway to town، okay كده ده السؤال السادس والأخير في exercise C، ده كان exercise C في صفحة كام؟ page 93 صفحة 93. وكده نكون أعزائي الطلاب والطالبات خلصنا على يونت 6 يونت 6، باقي لنا بس الاكسبانشن وفيديو واحد كمان ونكون خلصنا المنهج كتاب الطالب، وربنا يسهل إن شاء الله هنكمل معاكم كتاب النشاط برضو، ما هنسيبكم لما نكمله كامل حل ونحله كامل مع الشرح والقواعد تكون كلها محلولة، وبعد ما بنخلص إن شاء الله انتظرونا برضو كل أسبوع هنعمل اختبار مهم على كل باب ما يخلو منه اختبار دوري أو اختبار آخر العام بإذن الله. نشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته.